2 من مدخل رقم 1 من الكنيسة الرئيسية وأرصيف البحر. يلا بقى مع بعض هنروح في الاستعلامات إن شاء الله، نشوف احنا في رصيف 1 ولا رصيف 2. اللهم استعنا على الشفاء بالله. أستاذي المحترم حاجز قطر الساعة 8 وربع. لو الساعة 10. حاجة البنا والبنا. قطر 8 وربع على رصيف 1 ولا 2 يا شباب؟ قطر 8 وربع على رصيف 1 ولا 2؟ طيب. إن شاء الله على رصيف 1. يلا داخلين على الرصيف رقم 1 ان شاء الله. شكرا. توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنركب القطر إن شاء الله، لو حاجزين في القطر المكيف ده الساعة 8 وربع، أما نشوف هنوصل دمنهور الساعة كام إن شاء الله. هنحقفل معاكم عشان هندخل القطر، وبعد كده إن شاء الله